بنرحب بالكابتن حلمي طولان مدير الفني لنادي الزمالك. اهلا بيكم في بوابه اخبار اليوم. اهلا وسهلا. دلوقتي حضرتك شايف اللفته الطيبه اللي عملتها جمعيه اللاعبين القدامى ان هي تجمع ما بين الجهاز الفني لنادي الزمالك والنادي الاهلي، فشايف حضرتك ان اللفته دي بتوصل رساله ايه بالظبط؟ طبعا هي انا بشكرهم على اللفته ديت وعلى دعوتهم لينا، ودي رساله بنبعتها لجماهيرنا ولكل المنتمين للمنظومة الرياضية في مصر، إن إحنا إخوة، إن إحنا أصدقاء، إن إحنا ما بيننا علاقات منذ الأزل ومستمرة، إن إحنا أكبر ناديين في مصر، وبالتالي كنت أتمنى أنهم يجوا يشوفوا الروح اللي بين مدربين الزمالك ومدربين الأهلي ويعرفوا ان احنا اصدقاء قبل اي حاجة وحنظل اصدقاء. ودي رسالة لجماهيرنا سواء جماهير الزمالك وجماهير النادي الأهلي، بنقول لهم هي دي الروح اللي بيننا. اتمنى كمان ان الروح دي تسود بينكم، وان المرحلة القادمة محتاجة تضافر كل الجهود مدربين ولاعبين وجماهير على اساس ان احنا نظهر مصر بشكلها الحقيقي من خلال مباريات الدوري القادمة بإذن الله. نظهر مصر بأنها وحدة واحدة، بأن الكل في واحد، الكل بيعمل من أجل مصر ومن أجل إظهار صورة مصر بشكل حضاري وبشكل يليق باسم مصر. طبعا حضرتك فوز النادي الزمالك بكأس مصر والنادي الأهلي بالبطولة الأفريقية عاد الروح الرياضية تاني في الوسط الرياضي في مصر، حضرتك شايف المرحلة القادمة للرياضة في مصر في ظل الظروف اللي احنا فيها يبقى ماشي ازاي؟ والله أنا شايف أن تجربة كأس مصر وحضور جماهير الوايت نايتس وجماهير الزمالك للجونة وتشجيعهم والتزامهم بهذا الشكل، أيضا جماهير النادي الأهلي والتزامها في مباراة نهائي أفريقيا، أيضا جماهير مصر والتزامها خلال مباراة مصر وغانا، ده دافع قوي جدا لعودة الحياة للملاعب وعودة الجماهير أيضا للملاعب. طالما أن في التزام وفي انضباط أعتقد أن ده هيدينا دافع قوي جدا أن النشاط يعود، وأتمنى أن يعود بجماهير، لأن الجماهير هي عصب الرياضة، هي روح الملاعب، والملاعب بدون جماهير يعني الجسد بلا روح. الرسالة حضرتك دلوقتي